بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين على قناة الندى وبرنامج العيادة. برنامج العيادة برنامج طبي يختص بصحة الإنسان. في كل حلقة من حلقاته بنستضيف أحد الأطباء للإجابة على الأسئلة اللي بتشغل بال المشاهدين. في الحلقة السابقة من برنامج العيادة اتكلمنا عن أسباب تأخر الإنجاب، وخصصنا الحلقة فيما يخص الرجل. الحلقة النهاردة ان شاء الله هتتكلم برضو عن اسباب تأخر الانجاب، ولكن فيما يخص المرأة. نعلم جميعا ان حلم الانجاب والاولاد هو حلم بيراود الرجل والمرأة على حد سواء. علشان كده بنهتم بشرح اهم الوسائل الحديثة للتشخيص واهم الوسائل الحديثة للعلاج. ضفنا وضفكوا النهاردة الدكتور خالد العطيفي، استشاري جراحات المناظير والحقن المجهري وأطفال الأنابيب. أهلا وسهلا دكتور خالد. أهلا بك يا سيدي. دكتور خالد، في الحلقة السابقة اتكلمنا عن أسباب تأخر الإنجاب، وخصصناها بالنسبة فيما يخص الرجل. كلمت حضرتك بشيء من التفصيل عن أسباب تأخر الإنجاب للرجل من حيث أهم الوسائل الحديثة للتشخيص وأهم الوسائل الحديثة للعلاج. النهاردة عايزين نفرض الحلقة فيما يخص المرأة، وحضرتك تفضل برضو تشرح لنا فيما يخص اهم اسباب تاخر انجاب للمراه بالنسبه لاهم وسائل التشخيص واهم وسائل العلاج. في الواقع زي ما بنقول حمل بيخص رجل وسيده، احنا بدانا بالرجل لانه الرجل تشخيصه سهل فعلا، يعني تحليل سائل منوي زي ما قلنا وافضنا فيه في الحلقه الماضيه. اما قصه الزوجه بقى قصه معقده شويه، لانه بيتعلق بها بقى جهاز الانجابي، رحم، قناتي فالوب، عنق الرحم، مبيضين. فاذا يهمنا في علشان يحدث الحمل فيما يخص المرأة لابد يكون الجهاز التناسلي سليم، بمعنى في رحم طبيعي، مفيش اي عيب فيه، مفيش اي مشاكل، مفيش التصاقات داخل تجويف الرحم. لازم يكون قناتي فالوب موجودين سالكين ومفيش التصاقات. وفي فرق هقوله دلوقتي بين ازاي الفرق بين الانسداد والالتصاقات. ويكون المبيضين على الجانبين موجودين في وضعهم الطبيعي، ما يكونش فيه مشاكل في التبويض، ما يكونش فيه اكياس على المبيض، ما يكونش فيه تكيس على المبيضين. فالحوض نفسه اللي هو موجود فيه الرحم والمبيضين وقناتي فالوب لازم ما يكونش فيه اي عوائق، زي مرض بنسميه هجر بطانة الرحم، بعض المشاكل اللي هي بتعوق التقاء البويضة بالحيوان المنوي، اللقاء بين البويضة والحيوان البويضة اللي جاي من الزوجة، الحيوان المنوي من الزوج. اللقاء ده بيحدث في الثلث الأخير من قناة فالوب. إذا عايزين يكون في آلية تضمن إن الحيوان المنوي ده يصل إلى المكان ده والبويضة تصل إلى المكان ده. علشان يحدث هذا لابد إذا يكون الطريق من أول العلاقة الزوجية المهبل وعنق الرحم سليم، الرحم ما فيش مشاكل، ما فيش انسداد في قناتي فالوب من ناحية مدخلها في الرحم ومن ناحية نهايتها اللي هو البوق بتاعها عند ايه المبيض. يعني لو تخيلت انا، علشان ومخرجنا الجميل ان شاء الله هيجيب لنا الفيديوهات دلوقتي، لو بصيت، لو اعتبرت انا الجسم ده الرحم وعلى الجانبين ديت قناتي فالوب، ده جزء من قناة في الرحم وده جزء اخر، وده اللي هو البوق بتاع قناة فالوب، وده على الجانبين، يعني ده الرحم وده قناتي، في الجزء هنا في مبيض وفي الجزء ده في مبيض. هلاقي في نهاية قناتي فالوب عاملة زي أصابع بنسميها الأهداب، وبتتحرك بحركة في منتهى الرشاقة والهرمون التجانس، علشان في لحظة معينة، لحظة خروج البويضة من المبيض، تلتقط البويضة، والبويضة دي ملهاش رجلين ولا زعانف ولا أي حاجة تمشي بيها، عكس الحيوان المنوي قلنا ليه ديل بيأمن ليه الحركة ويتقدم. البويضة دي ملهاش رجلين، بتخرج، بتنفجر الحويصلة من المبيض، تخرج البويضة. مفروض يكون في آلية في الأهداب بتاع قناة فالوب علشان تشفط البويضة ديت وتمشي المسيرة بتاعتها بآلية جميلة ودقيقة وعبقرية إلهية سبحان الله فيها. يعني حضرتك تقصد دكتور ان التشخيص يبدا بتشخيص قناتي فالوب من حيث ادائها لعملها، يعني من عدمه. يعني لو حبينا نشخص قدره السيده على الانجاب، القاعده الذهبيه بتاعتنا في التشخيص بنبدا بالاسهل، الايسر، الارخص، الاقل تداخلا. فاول شيء في التشخيص هو تشخيص حاله التبويض، وعن طريق
الإجراء تحليل لهرمونات اللي هي مسؤولة عن إحداث التبويض عشان نتأكد إن السيدة دي التبويض فيه مشكلة ولا لأ. طبعا يسبق ذلك اللي هو التاريخ الصحي بتاع الزوج والزوجة، فبنقعد مع الزوجة وبنتحدث، كل كلمة بتطلع منها لها دلالة ولها مغزى. يعني بعض الأحيان بمجرد ما بنقعد مع السيدة ونتحدث معها بنقدر نضع يعني تشخيص مبدئي كبير جدا إلى حد كبير، وده اللي بيوجهنا في الواقع علشان نعمل يا ترى إيه الإجراء اللي نعمله من ناحية التشخيص، في حاجات ما نعملهاش خالص ونلجأ إلى إجراء آخر. هو ده بداية بدراسة الحالة بتاعة السيدة من التاريخ الصحي، عملت عمليات جراحية قبل كده، الحالة الإنجابية، أي سابقة إجهاض أو أي مشاكل أخرى بنتعرف عليها، وبناء على التاريخ الصحي ده بنقدر نضع الخطة التشخيصية، وبعد الخطة التشخيصية بنضع الخطة العلاجية. تقييم حالة قناتي فالوب بيجي في المرتبة الثانية بعد تقييم حالة المبيضين، وبعد طبعا نكون عندنا معرفة كاملة وتامة لحالة الزوج، لأن ممكن لا ألجأ إطلاقا لتقييم حالة قناتي فالوب إذا وجدنا إن الزوج عنده مثلا على سبيل المثال عدد قليل جدا من الحيوانات المنوية، مليون، نص مليون، فدي حالة هتستدعي إجراء حقن مجاري. في حالة الحقن المجاري لا يعنيني إذا كانت قناة فالوب سالكة ولا مش سالكة، وإن كان يهمني ما يكونش فيه ارتشاح في قناة فالوب، ودي قصة تانية إن شاء الله هنتكلم عليها أما نيجي نتحدث عن الحقن المجاري في حلقة خاصة من الشيء. يعني حضرتك بتطمئن الأول لوضع الزوج اللي قلنا تحليل معملي زي ما شرحنا في الحلقة اللي فاتت. وده اللي أنا بؤكد اتكلمنا عن تحليل للجميع، معملي ده أنا بؤكد للجميع رجاءً، لأنه بناءً عليه أنا يعني بيصعب علينا كثير جدا أما نجد السيدة بترهق، اعملها أشعة في الصبغة وتعمل معرفش عينة من رحم وتعمل كي رحم، إجراءات ليس لها أي مجال علمي طالما الزوج عنده مشكلة كبيرة. يعني لما يبقى الزوج عنده عدد بحالات قليل جدا جدا لا يعنيني انا هقيم حاله قناتي فالوب، مش هعمل الاجراء ده وليس له معنى اطلاق، لان في الحاله دي يبقى تدخل بقى بالحقن خلاص المجاري. الحقن المجاري ده بالاخصاب، قناه فالوب دورها ان الاخصاب يحدث داخل قناه فالوب. أيوة. في الحمل التلقائي لو لجانا الحقن المجاري واطفال انابيب، في حاله الاطفال الانابيب والحقن المجاري الاخصاب يحدث في المعمل خارج الجسم، بناخد البويضات بنستخلصها من المبيض وبناخد حيوان منوي، وهذا الاجراء اللي هو التبويض الاخصاب اللي بيحدث داخل قناة فالوب بنستعيد عنه بنعمله داخل المعمل، وبيتكون الجنين نضعه في الرحم. إذا قناة فالوب ليس لها الدور على الإطلاق في إجراء الحقن المجهري، وبالتالي أما أعرف من الأول التشخيص إن الزوج ده عدد حيوانات منوية قليل جدا مش هعمل أي تقييم. لكن لو الزوج كويس هنبدأ بقى بتقييم حالة الزوجة، عملنا متابعة تبويض وجدنا التبويض كويس، السيدة قالت لنا والله ده عندها مشاكل قبل كده عملت عمليات جراحية، دماغنا بقى نبدأ نتوجه قد يكون هناك التصاقات في قناة فالوب. يعني ربما الجراحات السابقة أو التاريخ الصحي للزوجة السابق ربما يكون مثلا جراحة زي الزايدة مثلا في المنطقة دي. عملية الزايدة من العمليات فعلا اللي هي لها دور كبير في لقربها من المناطق الخاصة بالحمل يعني. بس عايزين نطمن الناس برضه، مش معنى كل واحد عملت زايدة يحصل لها التصاقات، لا، عندها نسبة كبيرة من الناس بتعمل زي ده بتتعمل بمهارة كويسة في مكان كويس وبتحمل، وفي واحدة تعمل قيصرية وبعدين تتأخر الحمل نسميه تأخر حمل ثانوي، وفي واحدة بتعمل قيصرية وبعدها على طول بتحمل تاني، مش هي دي القاعدة. لكن الفكرة عندما نجد تأخر إنجاب وهناك من المؤشرات والدلائل بتقول أن هذه السيدة تعاني من التهابات متكررة سبق إجراء عملية جراحية ليها، وباقي العوامل اللي هي تحليل سائل منوي تبويض كويس، اذا لابد من تقييم حاله قناتي فالوب. ونيجي نقول طب هنقيم حاله قناتي فالوب ازاي؟ ايه الاليه اللي معانا؟ ايه الادوات؟ ايه الاسلحه اللي معانا للتشخيص؟ اما كنا بنتعلم زمان بدايتنا اتعلمنا اشعه السبع وما زال لها دور، مش حاجه ملهاش دور، ما زال لها دور اشعه السبع، بنيجي بصبغه بكانيولا خاصه في عنق الرحم، بنملى الرحم بالصبغه وبعد كده بنصور فيلم، الفيلم ده بيورينا بقى ايه الرحم اتملى، والمخرج جايبين احنا فيديوهات المخرج معانا ان شاء الله. بص نلاقي الرحم اتملى بالصبغه وبعدين دخلت الصبغه في قناتي فالوب، فساعتها نقول والله وخرجت، اخد فيلم تاني الاقي الصبغه موجوده في الحوض، يبقى اذا معنى كده اشعه الصبغه ادتني رؤيه عن شكل الرحم،
لان لما بتصبغ الرحم تملاه وقناتي فالوب بتوريني الشكل اللي احنا اتعلمناه وشفناه الرحم اللي هو زي الكمثرى المقلوبه، واذا اقول شكل الرحم ده كويس. هتساعدنا برضه عشان الصبغه ده، ممكن تقول لي ايه ده الرحم مقسوم اتنين، ده الرحم فيه التصاقات، اديني رؤيه من خبرتنا نقدر نتعرف. ممكن اشعه الصبغه تقول لنا ده في انسداد في قناتي فالوب، ازاي؟ قناتي فالوب بتملوا، والفيلم الثاني اللي خدناه لقطناه شايفين مفيش حاجه، مفيش صبغه في الحوض على الاطلاق. اذا يا دوب الصبغه ملت الرحم وقناتي فالوب، لكن مفيش حاجه انتشرت داخل الحوض، نقول انسداد. لكن بعد كده وجدنا ان حالات كثيره، نقول ان في اشعه الصبغه ظهرت في الحوض ومالت الرحم، والرحم كويس وقناتي فالوب كويسين ولا يحدث حمل، تبيض كويس، سائل منوي كويس، كل هذه العوامل سليم ولا يحدث حمل. بدأنا نعرف، زمان كنا بنسميها تأخر إنجاب غير معروف الأسباب أو تأخر حمل غير مفسر. بعد دخول المناظير عالم تشخيص وعلاج حالات تأخر الإنجاب، ده طاقة من النور اتفتحت قدامنا، لأنه الحلم بتاع الطبيب أنه يكون أقرب ما يكون إلى مسرح الأحداث في الدنيا كلها، مش في الطب بس. يعني كل أي خبر يقول لك والله لو أنت جنب مسرح الأحداث هتقدر تصل إلى الحقيقة. دي حقيقة بالنسبة يعني لنا احنا، على الأقل مش هتنقل ليه يعني بشكل ربما يعني كجراحين وأطباء. كلما اقتربنا من مسرح الأحداث وهو داخل الحوض، المناظير نقلتنا بصورة مباشرة إلى مسرح الأحداث، بنكون قريبين اقرب ما يكون. نشوف الرحم رؤيه العين، بنشوف الرحم قناتي فالوب، وبنشوفه رؤيه مش فيلم بنصوره. في فرق اما اصور واحد بفيلم، ده انا بشوف لقطه، لكن الفيديو او المنظار اللي بشوفه ده انا بشوف حاجه حيه قصاد عيني، بشوف بانوراميك فيو، يعني صوره مكبره مجسمة للحوض بكل الأعضاء اللي حواليه بشوفها، وبحرك الرحم يمين شمال، بحرك المبيضين وأتخيل الوضع الطبيعي اللي هو رحم في الوضع بتاعه، قناتي فالوب حرة الحركة، الأهداب حرة الحركة، مش مجرد بس إن هي سلكة قناتي فالوب، لأنه ممكن تكون قناتي فالوب سالكين بس عاملة الأهداب كده واتجاهها كده بعيد. يعني دكتور خالد، نقدر نفهم من كلام حضرتك ان الاول طبعا خلاص التشخيص المعملي بالنسبه للرجل عرفنا ان كميه الحمض هي مظبوطه اشكالها وغيرها من التحليل، حكمنا عليه انه قادر على الانجاب. تمام، بدانا بالمراه وعملنا برضه تحليل معملي ليها واطمئننا ليه. حضرتك الطبيب بيبدا يفكر، يبدا يعمل اشعه لو باقي العوامل دي كويسه ومفيش انجاب، بنبدا نشوف باقي العوامل الاخرى. الاشعه بالصبغه دي كمرحله تاليه للتحليل المعملي بالنسبه للمراه. دي كما المرحله الثالثه بقى نفهم كده ان هي جراحات المناظير، بقى تبدا حضرتك تدخل تدخل جراحي. ميزه المنظار بقى ان انا دلوقتي امتى نعمل اشعه صبغه وامتى نعمل منظار. يعني لو واحده لم يسبق لها اي اجراء عمليات جراحيه، يبقى التشخيص بتاع قناتي فالوب هيكون باشعه الصبغه. لكن لو واحده سبق لها اي تدخل جراحي، هشخص قناتي فالوب مش اشعه الصبغه، ده النصيحه اللي انصحها، لا هعمل منظار. ليه؟ لان ممكن اشعه الصبغه تخدعني، تقول لي قناه فالوب سالكه، لكن في الواقع في التصاقات، لان انا متوقع مع طالما هناك اجراءات جراحيه سابقه، قد يكون هناك احتمال في وجود التصاقات، وهذه التصاقات لا تشخص الا من خلال منظار، ولن تعالج الا من خلال منظار. يبقى اذا الافضل ان انا اعمل منظار، هشخص وعالج في نفس الوقت، اشيل الالتصاقات ديت في نفس الوقت، وبالتالي ارجع العلاقه الطبيعيه بتاعه الاهداب بتاعه قناتي فالوب قريبا من المبيض، علشان تلتقط البويضه لحظه خروجها. قبل المناظير ما كناش نعرف القصه ديت، ما كناش نعرف انه ممكن تكون الانابيب سالكه وفي التصاقات، كنا بنعمل يعني فتح بطن عشان نشخص وما يصاحبها من مشاكل، علاوه على انه في امراض اخرى زي مرض هجر بطانه الرحم، نسميه الاندوميتريوزس، هجر بطانه الرحم. وهذا المرض مرض حميد لكنه شرس جدا جدا، وبيدمر الحوض، بيدمر حياه السيده كلها. طب دكتور، من خلال الفيديوهات ممكن نبدا نتعرف بقى على المناظير التشخيصيه والجميل اللي جبناها ونتحدث كانواع للمناظير. يعني لان السؤال التالي الناس حضرتك، ايه انواع المناظير بقى بالنسبه للمراه التشخيصيه والعلاجيه؟ بالظبط كده. يبقى ماشي، المخرج جيبها لنا نشوفها. نبدا فيديو رقم واحد.
اللي بيحدث بقى انه من خلال رؤيتنا للمنظار بنشخص زي ما قلنا قناتي فالوب المبيضين، نستبعد وجود تكيس او اكياس على المبيض بانواع المختلفة. ده في كيس ميه، في كيس دم، وفي شوكليت سيتس، قصه كبيره جدا. فيديو معانا دكتور، انتوا شايفينه ده اللي انا جايبه علشان نعرف الحمل بيحدث ازاي. اهو البويضه خرجت من المبيض بتسير المسيره بتاعتها، بتنزلق، تلتقي بالحيوان المنوي، حدث الاخصاب، جنين بيتكون ويقعد 40 اسبوع. ده الحمل التلقائي. يبقى اذا من خلال الفيديو ده او التخيلي بنعرف انه علشان يحدث حمل، يبقى اذا حيوانات منويه بتعدي من عنق الرحم، بتصل للرحم، وبعدين تبويض بويضه بتلتقي بالحيوان المنوي ويحدث الاخصاب ويتكون الجنين ويجي يكمل المسيره بتاعته زي ما انتم شايفين داخل الرحم 40 اسبوع. يبقى اذا ده علشان نعرف شروط حدوث الحمل: حيوان منوي، بويضه، رحم، الطريق سالك. الفيديو اللي بعد كده بقى هيبدا يورينا بقى ايه قصه ايه قناه فالوب وشكل ايه قناه فالوب. ده اللي هو ايه حدوث ايه الحمل. الفيديو اللي بعد كده يا ريت يجيبه لنا على طول. هنجد بقى هو بيعيده لنا تاني اهو، يعني مشكورا بيعيده اهو. شايفين ادي بويضه والحياه المنويه المسيره بتاعتها، ادي اهو البويضه، واحد من الحياه المنويه المليئه اللي قلنا عليها بيخترق البويضه. هي بقى عمليه بقى ايه الاخصاب، اخصاب حيوان البويضه، وتنقسم تدريجيا وتيجي تقر باذن الله داخل الرحم. لو في انسداد في الجزء اللي عدت منه ده يبقى مش هتعدي. لو في انسداد من ناحيه المبيض يبقى البويضه مش هتعدي. لو في انسداد قدام الحيوان المنوي يبقى مش هيعدي. يبقى لو في التصاقات داخل تجويف الرحم اللي انتم شايفينه ده اللي بيقار ويعشش فيه الجنين، يبقى اذا هيلاقي الوسط غير مناسب انه يعشش ويكمل، وبالتالي مش هيكمل. لو في حاله مثلا رحم ذو قرنين، يبقى المكان مش هيبقى يتسع لزيادة حجم ايه الرحم، حجم الجنين، ما يزيد حجم الجنين. يعني زي ما حضرتك تفضلت في الفيديو الطريق سالك بالنسبة او طريق يعني المخرج بعد كده ما يجيب لنا الفيديوهات التانية. الفيديوهات التانية بقى نبدأ نتكلم في قناة فالوب والمشاكل اللي بتحصل. فاللي بيحدث بقى انه من خلال منظار بنبدأ نقدر نشخص بقى قناة فالوب وكل الاعضاء اللي حواليها. ده بعض الاحيان يكون في التصاقات بين الامعاء وبين قناه فالوب في المبيض، بعض الاحيان يكون الحوض كله في حاله بنسميه فروزن بيلفس، يعني كله يعني التصاقات ماليه الحوض. من خلال المنظار نقدر نشخص. تخيل ان في حالات قالت لنا اشعه السبغه ان انابيب سالكه، ونبدا نعالج السيده وندي ادويه ولا يحدث الحمل. بعد المناظير اكتشفنا ان هي فعلا سالكه، لكن هناك التصاقات بتنقى بالاهداف بتاعه قناه فالوب بعيد عن المبيض، وبالتالي لا البويضه ما بتروحش، لا تجد الطريق اللي هو بحيث بتدخل قناه فالوب. هي سالكه لكن اتجاهها بدل ما هي قريبه من المبيض في الاتجاه ده عشان تلتقط البويضه، لا ده في التصاقات واخداها بعيد خالص عن المبيض، فما بتاديش دورها المفروض تأدي دورها بالظبط. اما اجي اعمل اشعه صبغه بتقول لي سالكه، لان اشعه الصبغه هتشخص اذا كانت سالكه ولا لا. لكن ممكن مع خبرة الطبيب يقدر يشخص عملية دي رؤية مبدئية ان هناك التصاقات، بنجد انه في نوع من تجمع للصبغة في جزء معين، والله الجزء ده يبدو ان هو ده التصاقات موجودة. ده مع خبرة الطبيب، لان استقراء الاشعة محتاج خبرة كبيرة من الاطباء، يعني مش بنعتمد على طبيب الاشعة، في طبيب اللي هو متخصص في تأخر الانجاب هو اللي بيستقرئ الاشعة ويقدر يقول الخطوة اللي بعد كده ايه. ومعنا فيديو تاني اللي انتم شايفينه ده الرحم، وده قناتي فالوب، ده تخيلي بالنسبة لها، وده المبيضين، وده عنق الرحم. شايفين بقى الاهداب، ده اللي بنسميه البوق بتاع قناة فالوب. شايفين واضع الاهداب بتاعته ازاي؟ شايفين البويضة لحظة خروجها بتجد البوق بيحضن المبيض، بحيث في هذه اللحظة يبقى البويضة تجد البوق بتاع قناة فالوب قدامها، وبالتالي بالطريق ماشي وتدخل قناة فالوب. تخيلوا لو البوق ده موجود في اتجاه اخر بعيد، لو هو ده اللي انتم شايفينه قريب ده موجود بالعكس في مكان بعيد، يبقى اذا مش هيلتقط البويضة. هاجي اعمل اشعة صبغة الاقي الصبغة تعدي وتقول لنا ايه انه قناة فالوب سالكة، لكن بدأنا نشخص الكلام ده عن طريق ايه المنظار زي ما هنشوف دلوقتي. يبقى اذا قناة فالوب ليها دور هام جدا جدا على فكرة، مش مجرد مجرى. ليه؟
يعني مش مجرد ان البويضه بتعدي وتيجي في الثلث الاخير بتاع قناه فالوب وتلتقي بالحيوان المنوي، مش دورها ده بس، ده هناك اليه دقيقه جدا. هذه قناه فالوب دي مبطنه بخلايا وشعيرات دقيقه جدا جدا، وخلايا الخلايا دي بتفرز بعض الاغذيه، احماض امينيه، سكريات، انزيمات، مواد هامة جدا، لأن البويضة بعد تخصيبها بتقعد حوالي 3 أيام داخل قناة فالوب. فالثلاث أيام داخل قناة فالوب محتاجة إلى بيئة ووسط مناسب لنمو الجنين ده، نمو وانقسامه. وعلشان عشان كده بقول لك يعني عبقرية يعني رائعة جدا جدا في خلق قناة فالوب ديت، يعني مش مجرد ماسورة ولا أنبوبة، لا، ده حركة الشعيرات اللي موجودة داخل قناة فالوب عاملة زي اسنان المشط كده، بحيث بتيجي البويضة بتنزلق فتلاقي الاتجاه آلية هنشوفها دلوقتي بتخليها تساعد انها تنزلق، بالشعيرات بتدفعها من واحدة للتانية تنزلق كده علشان تمشي المسيرة بتاعتها الى اتجاه الرحم بعد تخصيبها. لو في خلل في الحركة بتاعت الشعيرات دي هيبدأ ان ممكن البويضة المخصبة ما تتنقلش، وده احد اسباب اللي هو بنسميه حمل خارج الرحم في قناة فالوب. وفي الواقع الاسباب اللي بتؤدي لكده التهابات المتكررة، الامراض الجنسية، الامراض المنقولة جنسيا، عشان نرجع برضو تاني لالتزامنا وادابنا الاسلامية اللي هي حامتنا كثيرا وحامت المرأة المصرية والعربية والشرقية من الامراض اللي ليها علاقه بتاخر الانجاب فيما يتعلق بقناه فالوب. يعني لما نيجي في العالم الغربي نلاقي معظم الاسباب تتعلق بقناه فالوب بترجع الى اسباب تتعلق بمرض الزهري والسيلان، وهذه الامراض التناسليه بتتنقل عن طريق الجنس، لان هذه الامراض بتعمل تدمير لقناه فالوب. اما تدمر قناه فالوب بتدمر الاهداب والشعيرات الدقيقه اللي هنشوفها دلوقتي، مخرجنا هيجيبها اهو، خلوا بالكم الفيديو ده اهو جه، شايفين من خلاله هنشوف بقى الرحله بتاعت قناه فالوب البويض داخل القناه. شايفين المنظر الرائع الجميل ده، الاصفر اللي من تحت ده المبيض، واللون الروز ده العامل، شايفين ده بيشوف بيقرب ازاي بحركه جميله ورائعه وفي منتهى الرشاقه علشان تلتقط البويضه. شايفين اللي عامله زي القطن ديت، هذه هي البويضة محاطة بخلايا اهي دخلت وشفطتها الاهداب بتاع قناة فالوب. تعالوا بقى معانا شوفوا الرحلة الجميلة داخل قناة فالوب. يا الهي شوفوا الخلايا الموجودة داخل قناة فالوب، وهذا المحراب اللي بتمشي فيه، لانه هو ده جواه بيحدث المعجزة الالهية، وهو لقاء الحيوان المنوي بالبويضة. فتجد ان هذا الطريق ممهد بخلايا ومبطن ببطانة علشان تساعد ان البويضة الدقيقة جدا جدا ديت اللي انتوا شايفينها ملهاش رجلين. طب يا ترى هتمشي ازاي؟ لا ده في اهلية، شايفين الشعيرات الدقيقة ديت اهي، الحركة بتاعتها ديت ده مسؤول عنها هرمونات، ولو بصيتوا وركزنا نلاقي الحركة في اتجاه معين وبهارموني وتجانس، مفيش واحدة يعني عارفين زي المقطوعة الموسيقية كل حاجة عارفة دورها، لو واحدة عملت حركة غير التانية هتعمل مشكلة. شايفين حركة دقيقة جدا للأهداب، الشعيرات اللي انت شايفينها ديت اهي زي اسنان المشط علشان تساعد على ان البويضة تنزلق في اتجاه اللي هو اتجاه الرحم، بحيث تخصب وبعد تخصيبها شايفين اهو، اهو شايفين ازاي بتدفعها؟ ياه هي دي الآلية العظيمة اللي هي بتدفع البويضة، مالهاش رجلين يبقى لابد من آلية. هذه الآلية بتدفع البويضة المخصبة علشان تصل. شايفين لما يحصل فيه بقى عدم الهارموني أو فيه مشكلة هتلاقي البويضة بعد أهو بدأت تبقى استقد كده جوه قناة فالوب، وده أحد أسباب الحمل خارج الرحم. المسؤول عن الحركة ديت وعن هذه الخلايا والدقة الرهيبة ديت بالتأكيد ده حاجة إعجاز إلهي كبير جدا جدا. أما بيحدث بقى التهاب في قناة فالوب بيدمر لي الخلايا ديت. عشان كده من ضمن الأسباب اللي هي كنا بنحتار فيها
قبل ما ربنا يفتح على العلم علينا ونتعرف على هذه الأشياء كنا نقول طب ده قناة فلوه هي سالكة وحلوة ما فيش حمل ليه، وده قريب. بعد كده وجدنا مع التقدم الاندوسكوي اللي هو المناظير ومناظير داخل قناة فلوب، عرفنا ان دي مش انبوب، لا ده قصة معقدة جدا جدا، وممكن تكون سالكة لكن هناك تدمير للخلايا اللي جواها اللي هي بتضمن انه توفر الوسط البيئة المناسبة للجنين ده انه البويضة يحدث لها اخصاب. طب دكتور خالد، بالنسبة للمنظار فيما يخص قناة فالوج، بعض السيدات بيتخوفوا من الاجراء المنظار الجراحي ده، عايزين نشرح لهم بشيء من التفصيل كيفية استخدام بقى المنظار، الفتحات اللي بتكون موجودة. المنظار ده عمل ثورة كبيرة جدا جدا، مش في جراحة، مش بالنسبة لقناة فالوج، في جراحات كثيرة جدا جدا. وهو اجراء بسيط، ده السيدة بنعملها المنظار، بعدها بساعتين او ثلاث ساعات بتروح بيتها، تاني يوم ممكن تنزل شغلها او يومين على الاكثر وتنزل شغلها، عكس الجراحة التقليدية اللي هي فتح البطن. الجراحة بكل بساطة بتاخد بنج كلي، بنعمل ثلاث فتحات، فتحة عند السرة لا تتجاوز نص سنتي وفتحتين على الجانبين، ونبدأ بغاز معين علشان نعمل وسط يسمح لنا بالإضاءة، ومصدر ضوئي بيدخل مع تلسكوب، بيدخل بالفتحة اللي عند السرة تلسكوب وموصل بالشاشة علشان نرى ما بداخل البطن، والفتحتين دول بنضع فيهم الآلات، يبقى إذن عندي مصدر ضوئي بينور لي بقى البطن. تخيل حضرتك في الجراحة الدقيق، في الجراحات التقليدية احنا بنرى اللي تحتينا بنفتحهم، لكن ميزة بقى المنظار ان هو بيعمل زي تنت، زي خيمة كده اهو، البطن بتتنفخ وبتبقى باينة قدامي، وبانورامك فيو يعني جاي من فوق بالتلسكوب ده وشايف كل الأعضاء بتاعة البطن قصاد عيني في نفس الوقت. في الجراحة التقليدية يصعب ذلك، وده شايفه قدامي في التلفزيون، وعن طريق الآلات الدقيقة ببدأ أجري أشخص الأول، وبحقن الصبغة من تحت بالنسبة لقناة فالوب، وبعدين من خلالها أشوف يا ترى الصبغة عدت ولا في انسداد، ولو عدت ماشية بسلاسة وقريب ولا في أي مشكلة. ده بعض الأحيان نجد إن هي الصبغة مع دفعها ألاقي مادة مخاطية كانت سد قناة فالوب، ومع دفع الصبغة دي بتنزل وبعد كده بيحدث حمل. طب لو حضرتك بتجري المنظار التشخيصي ولقيت عيب مثلا من العيوب اللي هي في نفس الوقت او تدخل جراحي في المنطقه في نفس عمل عيب، هل هذا المنظار برضو بيستخدم في العلاج يا دكتور خالد؟ لابد، عشان كده الطبيب اللي بيعمل في هذا المجال لديه القدره على التدخل، ففي نفس الوقت بنتدخل، يعني مش معقوله ندخلها مره اخرى لمنظار جراحي، في نفس الوقت بنتدخل ونتعامل مع الموقف، لو في اي التصاقات بنزلها، وبالتالي نرجع الامور لنصابها، سواء التصاقات حول قناة فالوب، ماسكة في منديل البطن، ماسكة في الامعاء، كل ده لو بعض الحين بنجد اللي هو هجر بطنة الرحم بدرجاته المختلفة، ان شاء الله نفرد ليه حلقة، لانه ده مرض يعني مؤلم جدا جدا وقاسي وشرس على المرأة، بيدمر حياتها، مش حياتها الانجابية بس، حياتها العملية وحياتها الزوجية، اما بيبقى في الدرجة الرابعة بتاعته بيبقى بيعمل اهلام مبرحه جدا، بيدمر الحوض. ان شاء الله نفرد ليه حلقه خاصه. طب دكتور خالد، بالنسبه للمنظار، احنا حضرتك تكلمت عن قناه فالوب، وقلنا ممكن المنظار التشخيصي ويتم استخدامه في نفس الوقت وفي نفس في نفس اللحظه بنبدا ان يكون علاجي كمان. طب بالنسبه للرحم بقى، لو لقينا المشكله مش في قناه فالوب، المشكله تنتقل للرحم مثلا، هل في منظار خاص بالرحم برضو؟ بالظبط كده، سؤال جميل. اللي احنا من خلال منظار البطن احنا بيبقى عندنا رؤية للرحم من الخارج، لانه الرحم ده كده هو في البطن واحنا بنعمل من فوق، فبنشوف الرحم الخارج. لكن تجويف الرحم من الداخل علشان اشوفه واعرفه، يبقى لازم ادخله بقى من بره، من المهبل عند عنق الرحم، يبقى هنا في بقى منظار رحمي. منظار الرحم ده من غير فتحات على الاطلاق، من عنق الرحم، وبنحط مادة زي سلاين أو محلول ملحي ينفخ الرحم، ومصدر ضوئي، وبشوف بقى البطانة بتاعة الرحم، التجويف، هذا التجويف اللي احنا عدنا فيه 40 أسبوع كلنا، تجويف اللي هو بيحتضن العش الجميل ده اللي بيحتضن الجنين، يا ترى شكله طبيعي، يا ترى فيه التصاقات، فيه لوفة، فيه لحمية،
لو في أي حاجة من هذه الأشياء بنتدخل، لو الطبيب بقى عنده الخبرة ولديه المنظار الجراحي في نفس اللحظة بيبدأ بالآلات الدقيقة بتاعته ويتعامل مع الموقف، سواء ورم ليفي بيستأصله، لحمية بيشيلها، حاجز رحمي، لأن بعض أحيان الرحم يكون مقسوم من الداخل اتنين بتسميه حاجز رحمي، نبدأ نستأصل هذا الحاجز علشان نحول الرحم. يعني المنظار الرحمي برضه يا دكتور بإضافة لوظيفته أو مهمته التشخيصية برضه بيستخدم جراحي برضه؟ طبعا علاج. طبعا في حالات كثيرة جدا. في فيديوهات حضرتك تحب تستعين بها؟ يا ريت فيديوهات بالنسبة للمناظير. موجودة فيديوهات عنده، يا ريت المخرجنا الجميل يجيب فيديوهات. طب احنا عايزين بقى يا دكتور نتكلم برضه عن ايه فوائد بقى الجراحة عن طريق المناظير؟ يعني قدمت ايه قدمت اولا زي ما قلنا قربتنا من مسرح الاحداث. ومعانا فيديو دكتور. اللي الفيديو اللي شايفينه ده طريقه عمل فكره اشعه صبغه، شايفين ادي الرحم وهاجي دلوقتي بالصبغه عن طريق كانولا بنضعها في عنق الرحم، وبنبدا نملى الرحم بالصبغه، والصبغه هتملى الرحم وتملى قناه فالوب زي اللي في الجنب ده. فيلم الاشعه اللي انا هاخده، فيلم الأشعة شايفين ملا، يبقى هصور ألاقي رحم قناتي فالوب مليانين، أقول والصبغة ظهرت، نفترض إنه قناتي فالوب سالكين. لو حطينا الصبغة ولقينا جانب واحد، شايفين جانب واحد بس اتملا والجانب التاني مش مليان، هنقول والله عندي انسداد في قناة فالوب. يا ريت تيجي لنا بقى الفيديوهات على طول عشان جراحات المناظير. يعني حضرتك مهتم فالمناظير فايدتها ايه؟ اولا قربتنا من مسرح الاحداث زي ما قلنا، الحلم بتاعنا بتاع الطبيب يكون اقرب ما يكون الى مسرح الاحداث. ثانيا خفيفه الالم والتعب والارهاق بتاع السيده، قطعا لما اعمل فتح بطن بتاع 7-8 سم في البطن غير اما اعمل فتحات صغيره جدا جدا والمريضه بتخرج في نفس اليوم وتعيش حياتها وترجع شغلها. ومعانا فيديو كمان دكتور، لا برضو اشعه الصبغه ازاي بقى الفيلم اهو اللي شايفينه. اما اعمل فيلم زي اشعه الصبغه والاقي شايفين قناتي فالوب اهو دول اتملوا، واجي في فيلم تاني اخر اجد اهو بناحية الصبغه شايفين بيتملي، ده هيديني رؤيه مبدئيه عن شكل الرحم، لكن مش هقدر احلف ان مفيش التصاقات. يعني ممكن يكون المنظر ده بيقول لي اهو قناه فالوب قدامي موجوده لكن هي سالكه، لكن نقدر نقول ان هي ديت سليمه ومفيش التصاقات. المنظار بدانا نعمل الكلام ده امتى؟ بعد ما الاجراءات دي كلها تقول ان سليمه ومفيش اي حاجه ومع ذلك هناك تاخر انجاب. علشان اقول ان تاخر حمل غير مفسر او غير معروف الاسباب، لا هذا التشخيص لا ما اقدرش اقوله الا بعد اجراء المنظار، لانه في حاجات هامه جدا مفيش حاجه بتشخصها غير المنظار، زي المشاكل بتتعلق بالحوض، مرض الاندوميتريوزيس، الالتصاقات اهو، شايفين المنظر اهو الجميل ده بقى اللي انا بشاور عليه ده بالاله دي، ده الرحم، وده الابيض اللي زي اللوزه اللي هو المبيض، واللي حواليها دي قناه فالوب. شايفين ازاي الاهداف بتاعه قناه فالوب فرشه نفسها ازاي على المبيض؟ هو ده الشكل الجميل بتاع الحوض الجميل بتاع المراه، احفظوه علشان لما نشوف الالتصاقات هنتعجب هنندهش. شايفين انا بحقن صبغه، ادي صبغه هحقنها دلوقتي هتظهر لي الصبغه اهي، الصبغه هتيجي الحاجه الزرقاء ديت مالت قناه اهو، اهي مالت قناه فالوب اهي وبدات تظهر وظهرت في الحوض. ماشي. يبقى اذا اقول ان قناه فالوب ديت قناه فالوب سالكه ومفيش التصاقات، اقدر احلف دلوقتي ان قناه فالوب سالكه ومفيش اي التصاقات تماما. يعني نقدر نطمن السيدات اللي بيسمعوا فكره الجراحات واستخدام المناظير الجراحيه بيبقوا قلقانين وخايفين؟ لا ما نخافش اطلاقا، احنا بتاخد بنج كلي ولا تشعر باي الم على الاطلاق، بتخرج في نفس اليوم، بعد يومين بالكتير بترجع شغلها. الفرق بقى بينها بين جراحات التقليديه زي ما قلنا، ده فتحه كبيره في البطن، تقعد حوالي يومين في المستشفى، تقعد اسبوع في البيت، علاوه على انه اي فتح في البطن مهما كان هناك احتمال ان يحدث التصاقات. طب ازاي انا اساسا بعمل علشان اشخص وعالج التصاقات؟ فاي تدخل جراحي بيبقى يصاحبه نسبه معينه من حدوث التصاقات. علشان كده اما بنضطر بنعمل هذه الجراحات، هناك بعض المواد وفي المناظير بنستعملها بعض المواد عشان تمنع تكون اي التصاقات.
دكتور خالد، بنسمع عن تليفات الرحم والرحم ذو القرنين والرحم الوحيد. يعني في مسميات كتير كده الناس بتختلط بالظبط كده في ذهنها، عايزين برضه نتعرف بشكل بالمناسبه المناظير ساعدتنا في تشخيص العلاج الحالات ديت، مع وجود يعني الرؤيه المبدئيه والتشخيص المبدئي عن طريق الموجات فوق الصوتيه. زي ما قلنا القاعده الذهبيه بتاعتنا ان احنا نبدا بالتشخيص الاسهل الايسر الاقل تداخلا، تداخلا يعني ما بيتدخلش باجراءات في البطن. فمن الاشعه الموجات فوق الصوتيه بتقول لي والله شكل الرحم ده ذو قرنين او حاجز رحمي، لكن ما نقدرش نقول فعلا اذا كان ده حاجز رحمي، لانه عباره عن الرحم. رحم اثناء تكوينه وخلقه في اثناء اثناء بدايه خلقه، وهي البنت في رحم الام بيبقى عباره عن جزئين ويلتصقوا مع بعض، بيتكون جزء. بعض احيان هذه الجزئين دول ما يلتصقوش ويبقوا موجودين زي ما هم جزئين منفصلين، بعض احيان يبقوا منفصلين كده اهو فبنسميه رحم ذو قرنين، وبعض احيان يكونوا مندمجين لكن الحاجز اللي بينهم ده ما زال موجودا، وبالتالي كانه موجود في غرفتين يعني مقفول. فالفرق الكبير ايه؟ ان احنا ممكن نجد ادي الرحم اهو، لكن هقول الاشعه تقول لي ان هو ده مقسوم اتنين. طب يا ترى مقسوم اتنين ده مقسوم من بره ولا مقسوم من جوه؟ لانه لو مقسوم من جوه يبقى اذا عندي وسيله اللي هي منظار الرحم اللي هو هشخص واشيل الحاجز الرحمي. هو ده الفرق بين حاجز رحمي ورحم ذو قرنين. اشعه الصبغه كنا بنجد صعوبه، لكن مع المهاره والخبره بتاعه الطبيب يقدر يكون عنده رؤيه مبدئيه بتشخيص معين وبوسيله معينه الفرق بين الرحم ذو قرنين والحاجز الرحمي. رحم ذو قرنين مفيش انسيبه، لانه بعض احيان في حالات بتحمل في رحم ذو قرنين بيبقى احدهما كبير وممكن بيحدث الحمل، في حالات كثيره عندنا حدث الحمل. لكن حاجز الرحمي لانه قد يحدث انه الجنين بيجي عند الحاجز ده عباره عن الياف تليف، ما فيهوش الخلايا اللي هي بتنمو وتغذي الجنين. فلو جه الجنين البويضه المخصبه وجت على الحاجز ما بيكملش، ممكن يحدث الحمل وبعد كم يوم يحدث اجهاض. لو جه في مكان تاني عندما ينمو الجنين هيجد انه المكان البيت اللي واعد فيه لا يتسع الى النمو بتاعه، فبعد فتره يحدث الاجهاض. بنيجي احنا عن طريق منظار الرحم بنستأصل الحاجز ده اللي هو قاسم الرحم اتنين، بحيث نحول الرحم لبيت واحد لمكان واحد يتسع لنمو الجنين. طيب احنا قلنا كده بالنسبه للوسائل الحديثه للتشخيص بالنسبه للمراه دكتور خالد، ان بنبدا باشعه الصبغه المرحله الاولى. بناء على نتيجه اشعه الصبغه كمرحله اولى بيبدا الطبيب يحدد هيعمل منظار بطني اللي هو اتكلمت حضرتك شرحته الفتحات الخارجيه العلويه. أيوة. ولا هيعمل منظار رحمي. دي كده مراحل بالترتيب عشان برضو السيدات يبقوا عارفين، لانه بيسمعوا كلام دائما يعني يمكن بيقلقهم شويه. لكن حضرتك كده بس انا عايز برضه اوصي بحاجه هامه جدا، ان احنا ما نندفعش ونعمل اشعه الصبغه مبكرا جدا، او ما نندفعش في الاجراءات ديت، لانه بنقول لا نعتبر حاله تاخر الحمل الا بعد زواج وعلاقه زوجيه منتظمه لمده عام كامل. لكن للاسف بنجد انه بعد شهرين وثلاثه بالسيده بتجري عند الاطباء ويعمل لها اشعه الصبغه ويعمل اجراءات، لانه لكل مقام مقال. ولا زي ما تعلمنا اي اجراءات بنعملها لها مميزات ولها عيوب، فلا بد تكون في مقامها علشان نحمي نفسنا من اثار جانبيه من اي مشاكل. فلا يجب التدخل قبل عام كامل، والعام كامل دول ما يبقاش نصهم الزوج مسافر بره ولا بيقعد شهر وشهرين، لا، علاقه زوجيه منتظمه عام كامل. يعني حضرتك بتنصح كل السيدات اللي بيسمعونا ويتفرجوا علينا ان هم يبداوا يعني ما يقلقوش الا بعد مرور عام كامل من الزواج، ويبداوا الا في حالات خاصه. ايه هي الحالات الخاصه؟ لو زوجه متزوجه وسنها 38 فاكثر ما نضيعش وقت بقى. طيب دكتور خالد، احنا في نهايه حلقتنا بنشكر حضرتك وتوعدنا ان شاء الله في الحلقات الجايه ان شاء الله نبدا نتكلم بشيء من التفصيل بقى عشان ان شاء الله على وعد السيدات اللي بيتفرجوا علينا يعني يستفيدوا. واحنا شاكرين لحضرتك يعني أشكرك النهارده الشرح الوافي دوت، ونتمنى ان شاء الله الحلقات الجايه يكون في شرح اكتر لتوضيح الرؤيه بشكل اكتر. شكرا دكتور خالد. اشكرك. اعزائي المشاهدين، في نهايه حلقتنا بنشكر الدكتور خالد العطيفي استشاري جراحات المناظير والحقن المجهري واطفال الانابيب، سعدنا بكم ونرجو ان نكون قد اسعدناكم. شكرا لكم وعلى وعد باللقاء في حلقه جديده من برنامج العياده. شكرا دكتور خالد. شكرا.